اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه والتي تتبين اداء مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات الاثنين، حيث هبط مؤشر السوق الرئيس اي جي اكس 30 بنسبه 66% مسجلا نحو 7934 من النقطه. نزل مؤشر اي جي اكس 100 لوسع نطاقا بنسبه 25% ليصل الى 780.87 من النقطه. امتدت التراجعات ايضا الى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه والذي هبط بنسبه 85% ليسجل نحو 8210.7 من النقطه، بينما صعد مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 16% ليصل الى 362.4 من النقطه. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات هو الأنشط، تصدر القائمة بنسبة 29.52%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 17.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.49%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 13.70%. وبالنسبه لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبه 29.95% من اجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الاجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبه 66.63%، كما اتجه العرب نحو البيع ايضا حصلوا على نسبه 42%. ياتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الافراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبه 20.19%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 79.80% من إجمالي التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، صدرها سهم الوطني للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 99.99%، تلاه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك بنسبة 9.3%، تلاه سهم مصر أسمنت قنا بنسبة 5.87%، ثم سهم المهندس للتأمين بنسبة 5.3%. أما عن الأسهم الأكثر انخفاضا، صدرها سهم المصرية للأقمار الصناعية نايلسات بنسبة 9.58%، ثم سهم جوينا للصناعات الغذائية بنسبة 8.43%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 5.4%، حل رابعا سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيفيكو بنسبة 4.13%. هذا وقد خسر راس المال السوقي لاسهم الشركات المكادره البورصه نحو 2.8 مليار جنيه من قيمته، ليصل الى 411.4 مليار جنيه بعد اجمالي تداولات بنحو 1.65 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل حول اداء البورصه، تابعوا معنا التقرير التالي لنتعرف على ادائها، ثم نبدا تحليلنا مع ضيفنا في الاستوديو. ضغوط بيعية من صناديق الاستثمار العربية والأجنبية قابلتها مشتريات للمستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب، تباين على إثرها أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين. السوق تأثرت بحالة الترقب لمصير مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي الجارية هذه الأيام بشأن حصول مصر على تمويل برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 2.8 مليار جنيه، ليصل لقرابة 411 مليار جنيه بعد إجمالي تداولات بحوالي 1.065 مليار جنيه، من بينها صفقة نقل للملكية تبلغ قيمتها 938 مليار جنيه على أسهم شركة المجموعة المالية هيرمس. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 بنسبة 66%، كما هبط مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 25%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 16%.
وخلال التعاملات ارتفع 39 سهما وتراجع 78 سهما واستقر 49 سهما آخر. محللون ماليون رأوا أن المؤشر الرئيسي واصل جني الأرباح بعد الصعود القياسي خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المحللون أن تباين أداء المؤشرات وصعود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع نسبة صعود المؤشرات خلال الجلسات الماضية، متوقعين انتهاء جني الأرباح خلال الجلستين المقبلتين. مشاهدينا، بعد ان تابعنا التقرير حول اداء البورصه، نبدا تحليلا لهذا الاداء مع ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه رانيا عقوق، خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك يا استاذه رانيا. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني الحقيقه يوم الاربعاء بعد اخبار صندوق النقد الدولي والقرض وبدات البورصه تستجيب استجابه سريعه، نزلت ثاني يوم النهارده في حاله من التباين. تقيم حضرتك اداء النهارده ازاي؟ خلينا نتكلم ان احنا على مدار الفتره الماضيه، يمكن السنه اللي فاتت، ما قدرناش نكسر مستويات ال 8000، او كنا دايما بنوصل لمستويات ال 7800 7900 ونقف عند هذه المستويات. طبعا في ظل من اخبار ايجابيه زي ما تم الاعلان عنه من احتمال او في مناقشات ما بين مصر وصندوق النقد الدولي بشان قرض 12 مليار دولار تقريبا، وجود خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر متقدمة بها الحكومة للصندوق، كل هذه الأخبار الإيجابية أدت إلى انتعاش البورصة مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي، وقدرنا نكسر هذه المستويات، ويمكن مع نهاية جلسة الخميس أغلقنا فوق مستوى 8000. تمام. بالطبع كان أمر طبيعي إن احنا نشوف عمليات جني أرباح، ولكن عايزين هنا بقى نفرق من أو إيه هي الأسهم اللي صعدت وكان تأثيرها إيه. طبعا احنا لاحظنا صعود قوي على مؤشر الاي جي اكس 30، مؤشر الاسهم القياديه بقياده سهم السي اي بي، ده كان كمان تزامنا مع اعلان ميزانيه البنك التجاري الدولي، وكانت الاخبار جيده وايجابيه، الى جانب طبعا ان شفنا الارتداد كانت بتنحصر في مجموعه من الاسهم القياديه ومش اغلب او مش كل اسهم الاي جي اكس 30، ولكن نسب الصعود في مؤشر الاي جي اكس 70 كان اقل منه، وده اللي احنا بنقوله خلال الفتره الماضيه كانت معدلات الارتداد دايما في اي حركه ارتداديه صاعده داخل مؤشر الاي جي اكس 30 بتبقى اقوى منها من الارتداد داخل مؤشر الاي جي اكس 70، وده نتيجه ان عوده المؤسسات مره اخرى وان هو يبقى لها دور فاعل في السوق، بنشوف ضخ السيوله من جانب المؤسسات، ولكن للاسف اسهم الافراد بنلاحظ ان السيوله ضعيفه، فبالتالي هذه الاسهم بتبقى سيئه الحظ في اي عمليه ارتداد ومش بيكون ليها نفس نصيب الصعود زي الاسهم القياديه. خلال جلسه الحد والاثنين شفنا عمليات جني ارباح، ولكن مع نهايه جلسه اليوم كان في امر ملفت للانتباه وهي عوده السيوله مره اخرى، وشفنا عمليات شراء قويه مع نهايه الجلسه يمكن بتؤهلنا ان احنا نبتدي جلسه بكره على ارتداد وصعود قوي لمؤشرات البورصه المصريه. طيب في بعض الاراء من الخبراء شايفين ان احنا لو توصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ده ربما يرفع البورصه ل 1200 نقطه، شايف الراي ده ازاي حضرتك؟ بلاش نقعد نحدد 1200 نقطه و 2000 نقطه، احنا البورصه مرآه للاقتصاد. خلينا نفسر امر صندوق النقد الدولي ده بامر مهم جدا. احنا هناخد فلوس بس مش هتستخدم في تمويل احتياجاتنا في مصر. تمام. تعال بقى نفسر ايه خطه الاصلاح الاقتصادي اللي متقدمه بها الحكومه. ما هو احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره قوي، عجز الموازنه، عندنا انفاق حكومي، عندنا ارتفاع طبعا في معدلات الاجور اللي عماله تزيد على مدار الاربع سنوات الماضيه لمستويات قياسيه من 90 مليار وصلنا ل 235 مليار. للاسف في عندنا عمليات تهرب ضريبي كبيره جدا، في وده اثر على حصيله الضرائب، الى جانب بقى تراجع ايرادات مصر من قناه السويس، الى جانب تراجع ايرادات مصر من السياحه، من الصادرات، عندنا طبعا مشكله في جهه التصدير ان احنا بقينا بلد مستهلكه ومش بلد منتجه، وفتح باب الاستيراد بصوره عشوائيه خلال الاربع سنوات اللي فاتت. تمام. طيب الخطه اللي هتبقى موجوده هي من اجل ان احنا نبتدي بقى نحط الامور في نصابها الصحيح. من المتوقع ان مرحله التغيير دي او الانتقال، يعني كتير من الناس بيقولوا ان هيتتاثر المصدرين او المستوردين هيتاثروا بصوره كبيره، طبعا هيتاثر. الامور العشوائيه ادت الى امور خاطئه، ادت الى طلب غير مبرر على الدولار، وبالتالي ادت الى ضغط، ادت ان الحكومه كمان في بعض الاوقات كانت بتتجه، وخلينا نقول محافظ البنك المركزي او سياسه النقديه كانت بتتجه الى دعم الجنيه المصري، ودي كانت سياسه خاطئه بكل المقاييس، لان مش مفروض ان انا ادعم الجنيه المصري اذا كانت دي قيمته الحقيقيه.
فانا ليه بدعمه؟ ده انا ليه بهدر احتياطي النقدي ده بدل من ان انا اوجهه في اتجاه السليم؟ لا احنا هو ربما يمكن اللي كان مصاحب للحدث ده او الفكره دي مساله تصاعد الدولار واتخاذ بعض الناس ان مساله التجاره في العمله دي سلعه يمكن التربح منها، لكن في ظل مثلا برضو تصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم واعلانه بان هيتم مواجهه هذا الامر وهيبقى مساله تحويل الدولار الى سلعه ده شيء مرفوض تماما، شايف حضرتك ممكن الوضع يبقى ازاي حتى سواء بقى ايا كانت قيمه الجنيه ساعتها يعني؟ لا خلينا نتفق ان اللي حصل خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا هو صعود غير مبرر للدولار، لان فجاه ما اتخلقش طلب يخلي الدولار يصعد من مستويات ال 10 جنيه 70 10 جنيه 80 قبل عيد الفطر المبارك للاسبوع الماضي نصل لمستويات ال 13 جنيه وريال او 13 جنيه 30 قرش. ما يعني فجاه ما اتخلقش طلب كده او ابتدينا نستورد حاجات جديده، لا ده هي العمليه كانت عمليه دولره، كانت عمليه متاجره، ابتدينا نستخدم زي ما تم النهارده في تصريحات سياده الرئيس الدولار ابتدى يتحول الى سلعه تجاريه، ابتدينا نتعامل عليه بيعا وشراء واصبح الامر متروك لتكهنات الافراد. كويس. وطبعا ظهر بعض المتلاعبين اللي ساعدوا على عمليه المضاربه دي. فطبعا ما يتم اتباعه حاليا من الضرب بقسوه على المتلاعبين ده امر كان يجب ان احنا نتخذه منذ فتره طويله، ولكن كل دي تعتبر مسكنات، احنا مش بنعالج المرض نفسه، عشان نعالج المرض ده امر بقى هيحتاج خطوات وقت اعتقد يعني ونتائج برضه في الصناعه والمشروعات البنك المركزي بس علشان ما نقعدش نحمل يعني الامر اكثر من قيمته، يعني مش هنقعد طول الوقت نقول البنك المركزي والسياسات النقديه هي اللي مسؤوله عن توفير الدولار، لا البنك المركزي هو بيدير السياسه النقديه في ظل المتاح لي. طيب استاذه رانيا، اذا موضعنا في الاعتبار هذه الاصلاحات وهذه الاعتبارات والاحداث ايضا القرض، مساله معالجه التجار بالدولار، محاوله مكافحه ارتفاع الاسعار، انعكاسات ده ممكن يكون على البورصه ازاي اذا ما حددناش بنقط يعني شايفاه على المدى القصير ويعتبر قريب جدا يعني؟ خلينا نتكلم ان ده هيبقى ليه انعكاسات ايجابيه جدا على البورصه المصريه بصوره عامه، هيبقى ليه انعكاس ايجابي على الاقتصاد الكلي، احنا محتاجين عوده الاستثمارات مره اخرى اللي تضخ داخل البلد، احنا عندنا مشكله في السيوله ومشكله في اكتذاب استثمارات رغم ان احنا عندنا فرص استثماريه جيده جدا، وقلنا ان المشكله الحقيقيه بتكمن في مناخ الاستثمار الحالي. تمام. هو مناخ غير مشجع ليه؟ لان بيتسم بعدم وضوح الرؤيه للمستثمر، في غابه من القوانين بتضيع فيها حقوق المستثمرين، حتى الان لم يصدر بصوره نهائيه قانون الاستثمار واللائحه التنفيذيه لهذا القانون، محتاجين تعديل لقوانين سوق المال وبيتم متابعه هذا الامر يمكن على مدار يمكن خلينا نقول وزير الاستثمار الماضي وزيرة الاستثمار الحالية، احنا بنتمنى صدور هذا القانون بصورة عاجلة مع اتخاذ الدولة الإجراءات بقى لعودة السيولة مرة أخرى. كل دي خطوات. كان في كمان حديث عن مسألة ضخ بنوك وضخ شركات في البورصة وكل دي كلها تعتبر أخبار مشجعة. خلينا نقول لما هحط مثلا أسهم أو شركات للاكتتاب في البورصة، طب مين اللي هيجي اللي هيكتتف فيها؟ ناس احنا عايزين نضخ سيوله جديده ودماء جديده، مش هتيجي في مناخ استثماري مش امن، مش هتيجي في مناخ ان هو يدخل فلوس ويبقى صعب ان هو يخرجها، ان يبقى في فرق عمله كبير. لا المقصود بقى الاثنين مصاحبه، يبقى قانون بقى ده مع ده مع ده يعني. الامور دي بتسير مع بعضها، ما ينفعش ان احنا نقول الحل ان احنا نطرح شركات في البورصه، لا طب وكمان لما اجي اطرح شركات سعر التقييم هو اللي هيكون ليه العامل الاكبر في نجاح هذه الاكتتابات مع وجود هذه الشركات في قطاعات قويه. وتعالى نرجع بالذاكره ل 2002 و2003 لكتاب سيدي كرير واموك، اكتتابات كانت قويه قدرت ان هي تجتذب سيوله من خارج البورصه وقدرت ان هي تعيد للبورصه امجادها، وساعتها شفنا ضخ سيولات كبيره جدا في الاقتصاد المصري. احنا ربما ان شاء الله نرجع لده. طيب نرجع للبورصه تاني والمؤشرات، 30 النهارده تراجع 70 طلع، حالة الاختلاف دي ما بتتكررش كتير. لا كان خلينا نقول ان كان في صفقه تمت على احد الاسهم اللي هي انا الاسمنت، ودي كان ليها تاثير في ان هي سمعت على طول في ارتفاع مؤشر الاي جي اكس 70، ولكن بصوره عامه زي ما ذكرت لحضرتك الطبيعي ان احنا بنتحرك فيه مع كسر عده مقاومات في جلستين، يمكن مع نهايه الاسبوع الماضي يمكن كسرنا مقاومه ال 7700 وال 7900 وال 8000 واغلقنا فوق ال 8000، كان طبيعي ان السوق يمر بمرحله جني ارباح اللي احنا شفناها خلال الجلستين دول، ده امر صحي وطبيعي جدا، وكانت المرحله دي بتتسم زي ما بيقولوا بضعف احجام السيوله، يعني العمليه عمليه تبديل مراكز شرائيه، ناس بتجني ارباح، مفيش تخوف ومفيش بياع قوي، وزي ما ذكرت لحضرتك النهارده في الربع الاخير او الثلث الاخير من جلسه اليوم لاحظنا عوده اخرى للسيوله وشفنا عمليات شراء قويه لاغلب الاسهم القياديه. طيب لما ارجع بقى لموضوع الضريبه على القيمه المضافه،
دي تأثيرها برضو إيه؟ هي بتراوح مكانها، لسه بتناقش في مجلس الشعب وهتنتقل لاتخاذ قرار بتطبيقها، وبرضو الشائعات عمالة بتحوم حواليها، شايفة ده له أي تأثير سواء كان على المدى القريب أو لما تطبق؟ بالطبع هي هيبقى لها المدى القريب هيبقى لها تأثير قوي جدا. من المتوقع ان احنا نشوف ارتفاع في معدلات التضخم، وكان في تقريبا رقم تم الاعلان عنه من جانب وزير الماليه اللي هو بيقترب من 1.3%. من المتوقع ان احنا نشوف ارتفاع في معدل التضخم، بس ده قال هيبقى ارتفاع لمره واحده يعني مع بدايه التطبيق وعلى المدى القصير. بصوره عامه ميزه هذه الضريبه ان هي هتساعد على توسيع الحصيلة الضريبية، وان احنا هندخل جزء من الاقتصاد الغير الرسمي اللي كان غير محسوب، وكنا دايما بنعول على ممولين معينين هم اللي بيدفعوا الضرائب. فميزة هذه الضريبة ان هي هتوسع القاعدة الضريبية اللي بيتم من خلالها التحصيل. طيب بس انت كنت معترضة من شوية على مسألة ان احنا ليه ما نسيبش الجنيه، نسيبه وفي حالة دي ممكن برضو ده يضعف عملية التضخم. لا يعني ايه ما نسيبش يعني الجنيه؟ مقارنه احنا بنحاول كان في رايين، احنا امام رايين، راي مع الدولار وراي ان هو مثلا لا نسيب الجنيه يصل الى قيمته العادله او تعويم. التعويم ده ممكن يضاعف من عمليه التضخم برضو في نفس الوقت. خلي بال حضرتك ان احنا طول ما احنا بنفضل ندعم الجنيه ما حدش بيقول ان احنا نعوم، وما حدش بيقول ان احنا نتخذ قرارات قاسيه بالمنظر ده في ظل ظروف اقتصاديه زي اللي احنا بنعاني منها، في ظل حاله التضخم الكبيره، وفي ظل كمان ان احنا بنقول ان رفع معدلات الفايده من جانب البنك المركزي رغم ان هي احد الادوات اللي بتستخدم للحد من التضخم، ولكن رفع معدلات الفائده دي بيعتبر من السياسات الانكماشيه، ومصر دلوقتي بتسعى لاكتساب سيوله وان هي تساعد الناس ان هي تطلع فلوسها وان هي تبتدي تشتغل، فالسياسات هتلاقيها متناقضه. بالعكس احنا بنقول ان احنا يتم تخفيض قيمه العمله، يتم محاولة رفع إيراداتنا من الدولار، وده ليه عدة اتجاهات، ان احنا نبتدي نشجع التصنيع، نبتدي نحط بدل ما نحط قيود على الاستيراد، وان مصر مرتبطة، اصل كلمة قيود على الاستيراد دي كلمة سهلة تتقال، ولكن يجب ان احنا نحط في اعتبارها ان في ربما ان سؤالوا عليه مسكن او علاج مؤقت يعني يمكن يرجع لحالة معينة. في معاهدات مصر ملتزمة بيها بتشمل الضرائب بتشمل الجمارك وبتشمل، فبالتالي مصر مش هتقدر تحط قيود زي ما احنا، لا هي القيود الحقيقية تتحط من وجهة نظري ان احنا نحط هامش للربحية، لان ده امر هام جدا، كثير من الدول اتجهت الى وضع هوامش للربحية، ده بيساعد على العدالة الاجتماعية وبيساعد على الفساد اللي هو منع الفساد والاستغلال اللي احنا بنشوفه حاليا، بيساعد على ضرب السوق السوداء. دي في سياسات لازم عدة سياسات تتبع مع بعض. طب بمناسبة السياسات فاضل لنا دقيقتين، في حدود الدقيقتين دول قبل ما نوصل لمسألة توقعاتك لغدا، خطاب الرئيس النهارده حمل اكتر من رسالة اقتصادية، مواجهة او مكافحة مسألة التجارة بالدولار، ان المصريين في انتظار اخبار جيدة هتسمع، ان القوات المسلحة بتتدخل وبتبذل كل ما في وسعها لمحاولة مسألة تحجيم ارتفاع الاسعار، كل هذه الاخبار، برضو مسألة فواتير الكهرباء والتعديلات اللي ربما تطرأ على التعريفة في الكهرباء ومراعاة محدودي الدخل، كل ده تقريه ازاي؟ طبعا كان امر ايجابي جدا ان احنا نشوف اهتمام سيادة الرئيس بهذه القضايا اللي اصبحت قضايا هامة جدا واصبحت قضايا رأي عام. المواطن المصري بيعاني على مدار الشهور الماضية ويمكن السنوات الماضية من ارتفاع تكاليف المعيشة، من ابتدينا طبعا الدولة مضطرة ان هي ترفع او تبتدي تخفف الدعم الموجه، وده اللي شفنا ارتفاع في اسعار الكهرباء. تمام. ولكن في توجيه من سيادة الرئيس ناحية ان هما يساعدوا المواطنين، وان اي يعني عدم المساس بالمواطن البسيط. من وجهة نظري تحول الدولة من سياسة الدعم العيني إلى سياسة الدعم النقدي هو أمر أصبح حتمي في المرحلة الحالية، لأن للأسف الدعم بالصورة الحالية اللي بيقدم مش بيستفيد منه المواطن البسيط، بالعكس بيستفيد منه فئات، يمكن الفئات الغنية أو المواطن اللي مش محتاج للدعم ده هو أكثر المستفيدين بيه. ولكن تحول الدولة لفكرة الدعم النقدي دي من وجهة نظري هتكون فكرة، ده يعني ده أوان تطبيقها بقى. طب توقعاتك لبكرة؟ بتوقع ان احنا نشوف بكره ارتداد في المؤشرات الرئيسيه للبورصه المصريه، بتوقع ان احنا نكسر حاجز ال 8000 مره اخرى، ويمكن عندنا مستهدف على المدى القصير مناطق ال 8200. بالطبع عندنا الاسهم القياديه هي اللي بنقول هتكون عليها الانتباه، خاصه ان اغلب هذه الاسهم قدرت ان هي تتماسك عند مناطق دعوم وترتد خلال جلسه اليوم، ولاحظنا عوده السيوله لهذه الاسهم. في بعض الاسهم في المؤشر اي جي اكس 70 فيها ايضا نشاط ملحوظ، زي ما بقول دايما بنحب في هذه المرحله لغايه ما يبقى في تاكيد على صعود السوق بجميع مؤشراته وقطاعاته، تعامل مع سهمك ان هو مؤشرك، ما تتعاملش مع تحليل المؤشر الاي جي اكس 30 او الاي جي اكس 70.
توقعات متفائلة، وإن شاء الله برضو معظم التحليلات كانت متفائلة، وأعتقد إحنا في انتظار إن شاء الله أخبار جيدة ربما تعيد البورصة الأمجادة بإذن الله. أستاذة رانيا يعقوب خبير أسواق المال، نشكر شكرا جزيلا على هذا التحليل، ونتمنى بإذن الله التوفيق للبورصة والقائمين عليها بإذن الله. شكرا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا نهاية حلقة اليوم برنامج مؤشر النيل، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.